بسم الله الرحمن الرحيم. البوينت اللي هنتكلم عنها النهاردة وهي الكيران مانجمنت اوف بولتري. في بعض الكومن تيرمز اللي لازم نكون عارفينها علشان نفهم بقية البريزنتيشن. اول ما بيفقس البيض اليانج سواء كان ميل او فيميل بيطلق عليه تشيك، المفرد بتاعها تشيكن. قدرت تميز السكس وعرفت ان هو يانج ميل تشيكن، فبالتالي بتطلق عليه لفظ كوكوريل. لما بيصبح ادلت بتسميه كوك، لكن الكوك ده لو انت عملت له كاستريشن بتسميه كابون. اليانج فيميل بسميها بوليت. لما بتوصل لمرحله الماتوريتي او الادلت ستيج بيطلق عليها هن، وهي دي اللي انا بستخدمها في البريدنج. في مصر عندنا في كومن ايجيبشن بريدز اوف فاول زي الفيومي، البلدي، دندراوي والشركسي، بالإضافة لي في برضو بعض الفورين بريدز أوف فاول. الفورين بريدز أوف فاول بيتقسموا إلى تو كاتيجوري، اللايت بريدز وأشهر السلالات فيها الأنكونا والليجهورن والمينوركا، أما الكاتيجوري الثاني وهو الهيفي بريدز زي الباليماس روك والرود آيلاند ريد والأسترالورب. وعلشان احصل على التشيكن لازم اعمل انكيوبيشن للايج. انكيوبيشن معناها تحضين، وفي اكتر من طريقه بتستخدم فور انكيوبيشن. في طريقه اسمها الايج اولد هاتشينج سيستم، ودي طريقه قديمه قوي بتعتمد على الهيت اللي جايه من الفرن او جايه من الفيرمنتيشن اوف ذا بريد لما الستات كانوا زمان بيخبزوا او كانوا بيتحايلوا على النقطه دي. كانوا بيجيبوا البيض ويحطوه في سله، والسله دي كانوا بيغطوها ببطاطين بتولد حرارة فبيعملوا فبيحصل هاتشينج للإيج. الطريقة التانية اللي احنا بنستخدمها في عملية الانكيوبيشن وهي الهن سيتينج اون إيج، بس لازم الهن اللي بترقد على البيض اللي بسميها البرودر يكون فيها الساينس اوف برودنس زي سيزيشن اور ستوب اوف إيج برودكشن، بيلنس اند شرينكج اوف ذا واتل اند كامب، ما بتحبش ابدا تو ليف النست، clicking noise on the ground و ruffling of feather. في المقابل لازم الانكيوبيتنج هن حضرتك توفر لها الفود and the drinking water، وكمان لازم تعمل لها protection against insect الحشرات، البيستس، افات or vermins القوارض. الطريقة الثالثة اللي احنا بنستخدمها في عملية الانكيوبيشن وهي الارتفيشال انكيوبيتور. لازم في بعض الاسنشال او الحاجات الضرورية اللي لازم توفرها اثناء عملية الانكيوبيشن. مثلا الانكيوبيتور اللي هو الحضان must be put in a well insulating room، غرفة محكمة العزل، نسبة الـ RH او رطوبة نسبية داخل الغرفة المفروض تقريبا تبقى 55%، ولازم كمان يبقى فيه sufficient oxygen to supply the embryos. نسبة الكربون دايوكسيد داخل الانكيوبيتور دي المفروض ان هي ما تزيدش عن 0.5 0.5%، لان لو زادت الهاتشابيليتي از ريديوسد، ولو زادت اكتر وصلت لحوالي 1.5 ل 2% ده هيعمل دراستيك ريدكشن في الهاتشابيليتي. اما بقى لو عليت قوي وصلت لحوالي 5% نصل الى زيرو هاتشابيليتي. الصور اللي احنا شايفينها عندنا في السلايد الاولى والثانيه لإنكيوبيتور أو Artificial Incubators فيها تريز أو صواني. الصواني دي بيبقى فيها فتحات، الفتحة دي بيتحط فيها الإيج. الإيج في الصورة الثالثة اللي انتوا شايفينها دي ليها Large End وليها Pointed End. Large End هي اللي بتبقى Up والPointed End هي اللي بتبقى تحت داخل الإنكيوبيتور. تمام؟ الـ RH أو رطوبة نسبية داخل الإنكيوبيتور المفروض تقريبا بتبقى من 60 ل 70%. اما بقى التمبريتشر درجة الحرارة داخل الانكيوبيتور متقسمة على حسب الاسابيع، بمعنى اول اسبوع بيبقى تقريبا درجة الحرارة المطلوبة 38.3، الاسبوع الثاني 38.9، اما في الاسبوع الثالث بتبقى تقريبا 39.4. البيض داخل الانكيوبيتور لازم تعمله تيرنينج. تيرنينج يعني بتقلبه حوالي 5 مرات في اليوم ومش أقل من مرتين لغاية لما بتوصل لليوم 18 من عملية الانكيوبيشن، وكده هو مش محتاج تقليب خالص. البيض اللي أنا بستخدمه في عملية الانكيوبيشن لازم أتأكد إن هو فرتايل يعني مخصب،
اعمل له حاجه اسمها الكاندرينج. ازاي بعمل الكاندرينج ده؟ بحط البيض في دارك بليس وبعمل باسنج لبيم اوف لايت ثرو ذا ايج، وده بعمله عند اليوم السابع لليوم ال18 من عمليه الانكيوبيشن. الهدف منه ان انا اشيل اي انفيرتايل ايج او ايج كونتيننج ديد امبريو. طب انا هفرق ازاي ما بين البيضه اللي فيها لايف امبريو او انفيرتايل ايج؟ لو انا عديت البيم اوف لايت على الايج ولقيت فيها شيمب لايك شادو، يعني حاجة شبه الاخطبوط طالع منها بلود فيزلز زي الصورة اللي انتوا شايفينها على الشمال دي، يبقى معنى كده ان هو لايف امبريو. لكن لو عديت البيم اوف لايت على الايج ولقيت فيها دارك سبوت، يبقى ده انفيرتايل ايج زي البيضة اللي انتوا شايفينها في الصورة اللي على اليمين. الهاتشابيليتي او نسبة الفأس، ودي اللي بتحكم من خلالها على مدى نجاح عملية الانكوبيشن اللي انت عملتها للإيج داخل الانكوبيتر، ودي measured by two method او two formula، معادلتين. المعادلة الاولانية بتقسم النمبر اوف هاتش تشيك على التوتال نمبر اوف ايج اللي حضرتك حطيته داخل الانكوبيتر، والناتج ده بتضربه في 100. المعادلة التانية ان انت بتقسم النمبر اوف هاتش تشيك على التوتال نمبر اوف فيرتايل ايج والناتج هتضربه في 100. وطبعا المعادلة الثانية هي اللي مور اكيوريت. ليه؟ لان انت بتقسم على الفيرتايل ايج بس، بمعنى استبعدت الانفيرتايل ايج. الهاتشابيليتي اللي احنا لسه قايسينها من شوية ممكن تقل، وفي فاكتورز ممكن تؤدي الى لورينج للهاتشابيليتي اوف تشيكن ايج زي الانفيرتاليتي قلة الخصوبة، deficiency of diet، damage of storage and faulty handling، physical defects of the egg، hereditary defects and disease. نيجي الأول سبب من أسباب lowering of hatchability وهو الانفيرتاليتي. الانفيرتاليتي دايما بيعزى السبب فيها للكوك، بمعنى البريدر ساعات بيستخدموا كوك بيبقى too young أو too old. طيب هو المفروض ان الكوك بيوصل للسيكشوال ماتيوريتي بتاعته عند عمر تقريبا 6 شهور، وبيصل للفول كاباسيتي عند عمر 8 شهور. الفول كاباسيتي دي بتقل بعد وصول الكوك لتقريبا عمر سنتين. في بعض البريدرز برضو بيستخدموا عدد كبير من الهن فور ايتش كوك فور ذا ميتنج. طب هو الماكسيمم نمبر اوف ذا هن بير كوك المفروض قد ايه؟ المفروض ما يزيدش عدد الهن لكل كوك عن 10 ل 12 هن علشان في النهاية احصل على فيرتيليتي عالية. السبب الثاني اللي بيؤدي الى lowering of hatchability وهو ال deficiency of diet. ساعات الدايت اللي انت بتديها للفلوك اللي بتستخدمه في البريدنج بتبقى deficient في فيتامين A، وده طبعا له bad effect على reproductive cells. اما لو حصل نقص في فيتامين A ده بيؤدي الى death of the embryo عند اليوم الرابع من الانكيوبيشن. النقص في فيتامين B وخاصة فيتامين B complex بيؤدي الى يا اما death of the embryo أو deformities of the hatched chicks أو poor chance of survival لو البيض ده حصل له hatching. بنفس الفكرة لو حصل decrease أو excess في certain minerals يبقى برضو ليها bad effects على عملية hatchability. السبب الثالث اللي بيؤدي إلى lowering of hatchability هو the damage of storage and faulty handling. الإجز اللي حضرتك بتجمعه من الهن ما بتدخلوش مباشرة داخل الإنكوبيتر، لأ ده انت بتعمله keeping for a certain period لغاية لما بتوصل العدد المطلوب من البيض، وبعدين بتحطه داخل الإنكوبيتر. البيض اللي حضرتك بتجمعه من الإجز يجب ان هو يحفظ في درجة حرارة مناسبة علشان يبقى fit for the hatching. الإجز ده ممكن يبقى fit for the hatching لو عملت له preservation لمدة قد تصل إلى حوالي 7 أيام لو كانت درجة الحرارة بتاعة الروم اللي انت حفظت فيها الإيج دي تقريبا 15 لـ 15.5 درجة مئوية. ممكن تحفظه لمدة أطول، بس في الحالة دي انت مضطر ان تخفض درجة الحرارة بتبقى ما بين 10 لـ 12.8 درجة مئوية. لو الستورج تمبريتشر دي قلت عن النورمال بيؤدي إلى lowering of fertility وبالتالي بتقل الهاتشابيليتي. كمان الرطوبة النسبية داخل الروم اللي انت بتعمل فيها keeping of the hatched egg
او storage of the hatched egg المفروض تبقى تقريبا 75 لـ 80%. السبب الرابع اللي ممكن يؤدي الى lowering of hatchability وهو physical defects of the egg. لما تيجي تعمل collection للegg from hen عشان تستخدمه for the incubation، ابعد عن الegg اللي ممكن يبقى فيه cracks شروخ او عليه dirty او misshaped. misshaped بمعنى ما هواش بالشكل البيضاوي بتاع البيضة اللي احنا نعرفه، ممكن يبقى circular او السطح بتاعها ما بيبقاش املس نتيجة البريسيبيتيشن بتاع الكالسيوم ما بيبقاش منتظم على سطح البيضة. وابعد كمان عن الفيري لارج او فيري سمول ايج. برضو الايج لو الشيل بتاعها فيري سين او بوروس ما بتستخدموش. ليه؟ لانه ده بيؤدي الى lowering of hatchability. عامة نسبة الابنورمال ايج دي بتزيد قوي في الهوت سيزون. السبب الخامس والاخير اللي بيؤدي الى lowering of hatchability وهو الديزيز. في بعض الامراض اللي ممكن تصيب الهن تؤدي الى lowering of hatchability زي الباسيلاري وايت دايريا، الان دي او نيوكاسل ديزيز، avian encephalomyelitis، mycoplasmosis and aspergillosis. كل الامراض دي لو وجدت في الفلوك اوف هن الهاتشابيليتي اوف ذا ايج يوزد فروم ذيس هن اكيد اكيد هتبقى قليله. ساعات بعد ما بنحط الايج داخل الانكيوبيتور يا اما الايج نفسه ما بيحصلوش هاتشنج او بتحصل بعض الهاتشابيليتي بروبلمز زي ايجز كلير او الامبريو ديد داخل البيضه من اليوم السادس لليوم الستاشر من الانكيوبيشن، او التشيكس فولي فورمد but dead without peeping عند اليوم ال 18 لليوم ال 21، الاكس بيب but the chicks dead in the shell، او sticky chicks او الشيل بتبقى stick to the chick، the chicks hatched too early with bloody navel، the chicks ممكن في بعض الاحيان بيبقى too small، او large and softy body mushy chick. الهاتشابيليتي بروبلمز الاخيرة هي malformed chicks. احنا هنتكلم عن بعض الاكزامبلز للهاتشابيليتي بروبلمز في السلايدات الجايه ان شاء الله. اول واحده من الهاتشابيليتي بروبلمز اللي هنتكلم عنها ان شاء الله وهي كلير ايج. سبب الكلير ايج طبعا الانفيرتيليتي، واحنا اتكلمنا عن الانفيرتيليتي قبل كده في سلايد وهنحاول نفتكر الاسباب مع بعض. يا اما ان انت بتستخدم تو ميني هن وفيو كوك، ده بيؤدي الى فايتنج ما بين الميل للتصارع من اجل الميتينج اوف ذا هن، او حضرتك استخدمت ميل كان تو يونج لسه ما وصلش للسيكشوال ماتوريتي اللي احنا اتفقنا ان هي بتحصل عند عمر تقريبا 6 شهور، او كان تو اولد كوك عدى سنتين احنا اتفقنا الفيرتيليتي بتقل بعد عمر سنتين، او كان اوفر ويت، او ان اديكويت نيوتريشن او انسفيشنت ووتر، او تو كراودد هن. في بعض الاحيان برضو اتفقنا ان الفلوك ديزيز بتؤدي الى الانفيرتيليتي زي اصابه الفلوك بنيوكاسل، مايكوبلازموزس، الاسبرجيلوزس. الايج نفسها ممكن يحصل لها دامج نتيجه الاوفر هيتنج او الباد تشيلد. اوكي، لو حضرتك احتفظت بالايج لفتره اطول من المسموح به اللي احنا اتفقنا ان هو 7 ايام عند 10 عند 15 ل 15 ونص درجه مئويه، او احتفظت فيه تحت ظروف مش مؤهله من ناحيه التمبريتشر ومن ناحيه الار اتش، المفروض بعد كل دوره من عمليه الانكيوبيشن بتعمل تطهير للانكيوبيتور والروم اللي كانت جواها الانكيوبيتور بماده اسمها الفورمالين، ودي بسميها الفيوميجيشن. الامبروبر فيوميجيشن ده بيؤدي الى طبعا الكلير ايج. الايج كلير عالجها ازاي او الكوركتيف ميجرز دي؟ لو انت عالجت الاسباب اللي ادت الى الكلير ايج المشكله هتتحل غالبا. يعني حضرتك لو انت استخدمت بروبر نيوتريشن للفلوك هتتحل المشكله، لو انت ما استخدمتش تو يونج او تو اولد كوك هتتحل المشكله، اديكوت سبيس فور ايتش بيرد عشان اتجنب الاوفر كراودنس هتتحل المشكله، كمفورتابل هاوس وخاصة من ناحية الليتر اللي هي الفرشة، الفرشة بتاعت الشيكن لازم تبقى دراي علشان تبقى كمفورتبل. لازم كمان اعمل كنترول للفلوك ديزيز زي النيوكاسل والاسبرجيلوزيس اللي احنا اتفقنا عليهم.
لازم اعمل كنترول للبادي ويت عشان اتجنب الاوفر ويت اللي ممكن يحصل للكوك. لازم الريكومنديشن بتاعتي كلها توصل للبريدر علشان تقلل من البروبلم دي اللي هي الكلير اج. لما حضرتك تجمع البيض ما بتحطوش مباشرة داخل الانكيوبيتر، لان هو جاي من هنا درجة حرارتها بتعدي 40، ما ينفعش تحطه داخل انكيوبيتر درجة حرارته اقل بكتير، فلازم في الاول تسيبه عشان يحصل له كولينج وبعدين بتدخله داخل الانكيوبيتر. لما تحتفظ بالاج لازم تحتفظ بيه تحت بروبر كونديشن من ناحية التمبريتشر ومن ناحية الار اتش. البيض اللي انت جمعته عشان تحطه داخل الانكيوبيتر not kept for more than 10 days، لان لو احتفظت بيه لمدة اطول من العشر ايام يحصل له deterioration. deterioration يعني بيتغير الكونتنتس بتاعة الاج، فبالتالي يؤدي الى الكلير اج. المشكلة التانية اللي بنقابلها هي الامبريودات من اليوم السادس لليوم الستاشر من الانكيوبيشن. حضرتك ممكن تكون عملت انكيوبيشن للاج عند تو هاي تمبريتشر، او الامبريو نفسه ممكن يكون انفكتد، او ما كنتش بتعمل فنتليشن للروم اللي كان موجود فيها البيض، او حضرتك ما كنتش بتعمل تيرنينج للاج فريكوينتلي، او امبروبر نيوتريشن اوف ذا فلوك. ممكن في بعض الاحيان الديفيشنسي في النيوتريشن وخاصه في الفيتامينز يؤدي الى ديث اوف ذا امبريو. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا لو عالجنا الاسباب اللي ادت الى الديث اوف ذا امبريو عند اليوم السادس لليوم الستاشر هتتحل المشكله. بمعنى لو حضرتك عملت بروبر انكيوبيشن عند التمبريتشر المظبوط والار اتش المظبوط مش هتحصل المشكله دي. لو عملت بروبر نيوتريشن اوف ذا فلوك وخاصه السبلمنتيشن بالفيتامينز مش هتحصل المشكله دي. لو عملت ادكويت فنتيليشن للانكيوبيشن روم برضو المشكله دي من اساسها مش هتحصل. مشكلة تانية ممكن أقابلها وهي الستيكي تشيك. الستيكي تشيك ممكن تحصل نتيجة lower temperature أو lower RH داخل الانكيوبيتر، أو الفنتليشن ما كانتش adjusted، ما كانش فيه تهوية كويسة، أو الفيوميجيشن اللي احنا اتفقنا ان هو بيتعمل ما بين كل دورة والتانية ما كانش effective، ما كانش فعال. طب الكوركتيف ميجرز دي للحالة دي لو عالجنا الأسباب خلاص المشكلة هتتحل، يعني هنعمل incubation at the proper temperature and proper RH. لازم نعمل adequate ventilation للانكيوبيشن روم، تمام؟ هتتحل المشكله تماما. المشكله الاخيره اللي هنتكلم عنها هي malformed checks او التشوهات اللي بتحصل في التشيكس بعد عمليه الانكيوبيشن. السبب ممكن يكون الايج اللي حضرتك استخدمتها داخل الانكيوبيتورز سبتها لفتره طويله قبل ما تحطها داخل الانكيوبيتورز اكتر من 10 ايام، او انت احتفظت بالبيضة قبل ما بتحطها داخل الانكيوبيتور عند درجة حرارة او رطوبة نسبية كانت اعلى من المطلوب، تمام؟ او ما كنتش بتعمل تيرنينج للايج داخل الانكيوبيتور. احنا اتفقنا المفروض نعمل تيرنينج للايج 5 مرات في اليوم، على الاقل مرتين. حضرتك لو ما عملتش كده هتؤدي للمشكلة دي، او ما كنتش بتعمل فنتليشن كويس للانكيوبيتور، او الانكيوبيشن للايج كان بيتم تحت تمبريتشر عاليه قوي او قليله قوي، او الار اتش داخل الانكيوبيتور كانت امبروبر. الفلوك ديزيز واحد من اهم الاسباب يؤدي الى مال فورمد تشيكس، او في بعض الاحيان ممكن يحصل كونتامينيشن للايج، يعني ممكن يبقى في فيروس او بكتيريا بيخترق الايج شيل وبيدخل يعمل ديتيريوريشن للكونتنت بتاعه الايج قبل ما بتحطها داخل الانكيوبيتورز، وبالتالي ممكن يؤدي الى malformed chicks. طب انا هعالج المشكله بتاعه malformed chicks ازاي؟ منتهى البساطه لو حضرتك not held للايج more than 10 days هتتحل المشكله. الايج لما تيجي تحطه داخل الانكيوبيتور لازم تبقى large end تبقى up، والpointed end لازم تبقى down. لما تيجي تحتفظ بالبيض قبل ما تحطه داخل الانكيوبيتور لازم يبقى a proper temperature and proper RH علشان تحافظ على الكونتنت بتاعت البيضة. كمان لما تحط البيض داخل الانكيوبيتور لازم تبقى proper temperature and proper RH. egg hygiene يعني لازم تعمل تطهير للبيض قبل ما تدخله داخل الانكيوبيتور. الفلوك اللي هتاخد منها الايج
لازم تعمل لها proper feeding with balanced ration عشان في النهاية تحصل على high quality egg. شكراً.